الفيلم يا جماعة مين ايه فصل جديدة مع هنا كريم في هنا سكيتشن. النهاردة هتكون فكرة مختلفة برضه شوية، لان النهاردة هعمل افكار للانش بوكس او للاكل اللي احنا هناخده معانا في المدرسة عشان يعني باك تو سكول بقى وكده. انا صراحة بكرة ان شاء الله هروح المدرسة وكده، فحبيت ان انا برضه اعمل حاجة لذيذة يعني. النهاردة هعمل 3 وصفات. اول حاجة هعمل سندوتشات بس هتكون على شكل شخص كده، وهحط عليه بقى خضروات كده، هتبقى لذيذة جدا للأطفال وهتعجبهم الفكرة قوي. وتاني حاجة هعمل سلطة تونة مليانة خضروات، وهعمل كمان الجرانولا بورز. وبس تعالوا بقى نشوف يلا ونبتدي نعمل الحاجات الجميلة دي. دلوقتي هنبتدي نعمل الجرانولا. هنبتدي أول حاجة نعمل المكونات الجافة. عندنا هنا اسمه ايه، كوب ونص شوفان، حبوب شوفان يعني، كوباية ونص حبوب شوفان، وكوباية الرايس كريسبي ده بيبقى زي في علبة كورن فليكس كده، رايس كريسبي كوباية رايس كريسبي، وكوباية لا دلوقتي خلاص كده المكونات الجافة تمام، هو بس الشوفان والرايس كريسبي. دلوقتي هنعمل المكونات السائلة. هضيف حلة صغيرة على النار وهحط 57 جرام زبدة، يعني ربع كوباية زبدة، وربع كوباية سكر بني أو كوكونات شوكر، ربع كوباية، وربع كوباية عسل، عسل نحل أو نيبل سيرب، أو ممكن تشيلوا يعني تكون نص كوباية مثلا نيبل سيرب أو نص كوباية عسل، يعني مش لازم تحطوا برضو سكر بني يعني على حسب ما انتوا عايزين. والفانيليا ورشة الملح، لحد بقى مع كل المكونات تسيح وتغلي مع بعض شوية هنشيلها مع النار. تمام انا خلاص اول ما ابتدت الزبدة خلاص ساحت والسكر وابتدت تغلي قفلت عليها النار، وممكن كمان تبدل الزبدة بزيت جوز الهند عشان تكون مور هيلثي يعني. هحط دلوقتي المكونات السائلة على المكونات الجافة، وهحط كوباية من اي مكسرات، اي فواكه مجففة، جوز هند، شرايح جوز هند، مكسرات، زبيب، اي حاجة انتوا عايزينها كوباية، يعني مقدار كوباية من اي حاجة انتوا عايزينها، ممكن شوكليت شيبس كمان اي حاجة. بس هنقلب ونبتدي نفرده بقى في الصينية. الصينية جبت ورقة زبدة وحطيت تحت وفوق زبدة. دلوقتي خلاص قلبتهم كلهم مع بعض وهحطهم في الصينية، وقبلي ايدي شوية صغيرين، ويعني افضل اضغط جامد، يعني عايزاها تكون حتة كده متماسكة، افضل اضغط جامد، افضل اضغط دقيقتين كده مثلا، افضل اضغط كتير لحد ما احس ان هي خلاص بقت مستوية جامد، وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 من ربع ساعة لعشرين دقيقة. ودلوقتي هبدل ايدي عشان افضل اضغط كتير. بصوا هي بتلزق قوي، فانا بس بدلت ايدي زي ما قلتلكم بضغط جامد قوي. دلوقتي هنبتدي نعمل سلطة التونة. انا سلقة مكرونة، هحط مكرونة اكلها كتير قوي، ممكن اقل شوية. تمام المكرونة، وهي هتبقى مكرونة بالتونة زي ما انتوا عارفين، فهحط الاول ممكن الخضروات، عندنا برضو فلفل الوان احمر واصفر، وهحط كمان زيتون. كده كفاية قوي. وهحط خس، مش قلتلكم ان هي مكونات وخضروات، وكمان هحط كيل. لازم تستخدموا الكيل في الاكل فعلا، طعم حلو جدا ومليان الياف بروتين مليان. وممكن دلوقتي اقلب كمان، نحط ممكن دلوقتي نحط بقى الفلفل الاسود وملح ومستردة ومايونيز، ممكن اي صوص انتوا حابينه او اي حاجة انتوا حابينها، نحط مستردة ونحط
شايف المستوى ده كتير قوي، فالمستوى ده كمان هتعوض الليمون يعني. واخر حاجه شويه مايونيز، وبكمان اخر حاجه التونه، والتونه برضو جبت التونه حطيت عليها 10 ليمون وبرضو شويه مايونيز. كده كفايه مايونيز، احط التونه دي تعتبر علبة تونة مثلا. دلوقتي هنبتدي نعمل الساندوتشات حمرا على شكل يعني واحدة بنت واحدة ولد كده، هيبقوا كيوت جدا. انا متحمسة اوي ان انا الصراحة اعملهم واكلهم بكرة في المدرسة ان شاء الله. دلوقتي انا هعمل اول حاجة البنت. البنت انا هجيب فلفل الوان كده شرايط رفيعة جدا، واحطها هنا، واجيب حتة زيتونة كده مقطوعة واحطها كأنها توكة بالشكل ده، وهجيب برضو الناحية التانية هنا كده. انا حاسة انا بفنن كده وبعمل حاجات لذيذة كده. هحط برضو الزيتونة كأنها توكة، وهجيب اتنين شيري، واحدة شيري تومية قطعتها نصين عشان تكون العين كده، وهجيب المناخير، المناخير برضو حتة فلفل ألوانية كده صغيرة، والبقى برضو فلفل ألوان كده. كده بنت خلصت. دلوقتي يعني هنعمل ولد. جبت شوية كيل، ممكن كمان شوية خس، أنا ممكن أنوع، إيه رأيكم؟ شوية خس وكيل وخس كده شعر الولد، وهحط الزيتون زيتونتين كده عشان العينين والبق والمناخير كده. خلصنا. ممكن بقى يبقى معاها مثلا شوية خيار جنبها كده. وكده اللانش بوك دي خلصت، شكلها روعة، شكلها جميل جدا. دول التلات افكار لللانش بوكس. دلوقتي هقول لكم الافكار. عندنا الساندويتش اللي على شكل راجل وست وكده، وعندنا الجرانولا. الجرانولا يا جماعه طعمها رهيب رهيب، ممكن وده كمان الساندويتش مع خيار، وممكن الجرانولا يبقى معاه مثلا ساندويتش عادي ومثلا عصير، ممكن بدل عصير موز، اي فاكهه انتوا حابينها، ممكن تفاح، اي حاجه انتوا عندها. وهنا سلطه التونه، ممكن كمان ذره مسلوق، ولو ما فيش ذره طازه ممكن تحطوا ذره معلبه جوه سلطه التونه نفسها، وكمان ممكن تتقدم معاها عصير. بس دي كل اللانش بوكسز اللي احنا عملناها، وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. بس باي.